سمية بخيس، السلام عليكم ورحمة الله. خلال حفل مراسم تسليم السلطة بينه وبين خلفيه رياض مزوار وزير الصناعة والتجارة وغيتا مزوار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيد مولاي الحبيد العالمي وزير الاقتصاد والمالية. طبعا الصورة كانت مؤثرة اليوم، واللي على حسب ما دولة مواقع التواصل الاجتماعي اللي تفاعلوا معها الكثير، فهذا كيدل على أنه راه ماشي أي وزير كنشوفوه كيضرب الدموع. يعني راه صراحة الصورة كانت مؤثرة، وكنتمنوا على أن هذا الحب ديالو وهذا الغيرة ديالو على الوطن وهذه الثقه اللي حتى العاتق ديالو على انه يكون قد المسؤوليه، وان ان شاء الله يقود هذه الوزاره اللي خدا يعني اللي اصبح الان مكلف بها انه يقودها، وان هذه الدموع هذه كنتمنوا ان شاء الله فعلا على انها تكون دموع حقيقيه، دموع يعني دموع للغيره، ماشي فقط تكون دموع وانه في التسيير يكون فاشل. فكنتمنوا له ان شاء الله النجاح، وكنتمنوا له التوفيق ليه ولجل الوزراء. الوزير مولاي حفيد العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أجهش بالبكاء في مشهد مؤثر، وذلك بعدما أثار غيابه عن تشكيلة الحكومة الجديدة تساؤلات وحسرة لدى المغاربة. بالنظر إلى نجاحاته التي حققها أثناء تقلده لمنصب الوزارة في حكومة سعد العثماني المنتهية ولايته، الوزير العالمي الذي التمس الإعفاء عن الاستوزار لأسباب شخصية تطرق في حفل تسليم السلطة إلى مساره البارز والحافل بالإنجازات، متمنيا التوفيق والنجاح للوزاريين رياض مزور ورفيق مزور خدمة للوطن. وهذه بعد تعاليق المواطنين على هذا المنظر المؤثر.